يجمع الخبراء على اعتبار العام 2009 من الأسوأ على الاقتصاد العالمي منذ نكسة 1929، فالأزمة المالية اقتحمت غالبية الاقتصادات الكبرى من الولايات المتحدة إلى أوروبا وآسيا فالخليج العربي، حيث تهدد بركود وتباطؤ سيفضيان حتما إلى زوال مؤسسات ونمو البطالة حتى مستويات مخيفة. أين قطاع النقل البحري في لبنان من الأزمة؟ حتى اليوم تقف التحليلات عند مؤشرات جانبية ستعكس سير التيار، أي من النمو الواعد إلى التباطؤ المرتقب، خصوصا بعدما تلمست الشركات البحرية العالمية ملامح رمادية دفعتها إلى تعديل خططها التوسعية وفرملت مشاريعها المستقبلية تحسبا لطارق. في لبنان قد يكون الثقل الأبرز في حركة مرفق بيروت، وهو المرفق الناشط منذ استحداث محطة الحاويات التي نجحت في الداخل في تطوير قطاع إدارة المرافق الحديثة وتطلعت إلى تصدير خبراتها إلى الخارج، ومن أقربها مرفق مالطا الذي سيتحدث عنه السيد جون بورتيلي بعد قليل، إذ تعاقدت الحكومة أولاً مع شركة سام أس جي أم اللبنانية العالمية لإدارة المرفق، ثم استعانت بخبرات الشركة اللبنانية أيضاً التي تدير محطة الحاويات في بيروت لتحسين الأداء. ونفخر بالطبع لشهادة صادرة عن الإسكوا وفيها أن هذا القطاع وفر ورغم السنوات الصعبة نحو 3000 فرصة عمل للاقتصاد، وهو المرفأ الوحيد في منطقة الإسكوا الذي يفخر بأن يكون جميع ماله من المواطنين المحليين أي لبنانيين. إلى ذلك لابد أن نتحدث عن تميز طبيعة مرفأ بيروت عن سائر مرافق المنطقة لجهة الأعماق، بدليل نمو حركته بمعدل 1,000,000 حركة عام 2008، في فائض يعجز ببنيته التحتية عن استيعابه، ولا يزال يعد بعد بأرقام قياسية رغم هشاشة داخلية قد لا تساعد كما يجب في مواجهة ما ستشكله الأزمة العالمية من تحديات قاسية. وفي مرفأ بيروت تختصر مشكلات النقل البحري في لبنان، فالحاجة ماسة إلى توسيع المرفأ لتعزيز قدراته الاستيعابية ضغطاً لمشكلة ازدحام المستوعبات واستعداداً للنمو المرتقب في حجم الحركة. وقد أعلن الوزير العريضي قبل أيام عن انتهاء دراسة ودراسة التوسيع ومهد لإطلاق المناقصة بعد شهر بتكلفة 120 مليون دولار. كذلك أعلن عن شراء المعدات اللازمة للحد من الازدحام وتحسين الإنتاجية. وإلى حين ترجم تلك النوايا والقرارات وحتى الرغبات، وهو أمل مشروع بتجارب سابقة أضاعت فرصا عديدة لأسباب متعددة، يبقى المرفأ يعاني مشكلات تبدأ منذ وصول الباخرة إلى الرصيف وتتواصل إلى حين إخراج البضائع والسلع من المستوعبات إلى الشاحنات. ونعلم أن ثمة جهود تبذل من المعنيين لتذليل من نسميه المعوقات تربك الجميع وتهدد كما في كل مرة في امتصاص الإنجازات واستحداث الجديد من التعقيدات. آليات العمل أين نجحت وأين أخفقت في النتائج للبحث فيها؟ ومحاولتنا هذه في هذه الورشة التي تنظمها شركة فيرست بروتوكول سوى خطوة أولى نأمل في ألا تكون الأخيرة، إذ يجتمع ممثل قطاع النقل البحري وعلى رأسهم الوزير غازي العريضي مشكورا لطرح المواقف واستخلاص الحلول أو حتى ملامح حلول تؤسس لما نطمح إليه من ريادية لافتة للبنان في النقل البحري.